إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. نجح سعيد الناصري رئيس الوداد في التعاقد مع الجزائري زكريا أدراوي خلال الميركاتو الصيفي قادما من شباب الوزداد، ويلعب اللاعب المذكور صاحب 29 عام كمتوسط ميدان، وانضم بشكل رسمي لفريق الوداد الرياضي وفق عقد يمتد لثلاث مواسم. وتمكن سعيد الناصري من إقناع أدراوي التوقيع في كشوفات فريق الوداد الرياضي في صفقة إجمالية بلغت 600 مليون سنتيم، إذ سيتوصل اللاعب الجزائري ب 180 مليون سنتيم خلال الموسم الأول، على أن تنضاف إليها 20 مليون سنتيم في الموسم الثاني و40 مليون سنتيم في الموسم الثالث. وبات دراوي ثالث لاعب جزائري في صفوف الوداد بعد كل من إلياس شتي الذي وقع أيضا عقد مدته 3 سنوات، ثم الحسين بن عيادة الذي قضى لحد الآن موسما واحدا رفقة الفريق الأحمر، غير أنه لم يكن موفقا رفقته ولم يخوض معه تجارب كبيرة بسبب كثرة إصاباتها التي تعرض لها في الموسم المنقضي. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.